الله. مشاهدي الكرام برحب بحضراتكم جميعا، ومحطتنا الآن هي محطة حديث خاص عن أهمية الدراسات في الموروث الثقافي أو التراث الثقافي الغير مادي، وخصوصا تلك الدراسات التي توثق لكل الميراث أو الورثة الثقافية الغير مادية اللي ممكن مع الزمن إنها تتناسى. على كل حال ضيفي الكريم ومن خلال كتاباته المتعددة التي أثرت المكتبة العربية والمكتبة الأردنية بالتحديد فيما يتعلق بالكتابة عن التراث الشعبي، يصدر أو أصدر حاليا كتاب تأملات في حكاياتنا الشعبية. الطبعة الجديدة أو الحديث الجديد عن هذا الكتاب بأنه كتاب تناول أسلوب جديد ومنهجية جديدة، حيث تناول الحكاية الشعبية وكتبها ووثقها بنفس اللهجة المحكية حفظا على مفرداتها وعلى طريقة سردها. مشاهدي الكرام اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الكريم، واللي أنا محتارة بإيش أعرفه، أهو كاتب، أهو محلل، أهو موثق، ولكنه يبقى أستاذا رائعا في كتاباته وفي طروحاته في التراث الشعبي، معالي الأستاذ طه الهباهبة. أهلا ومرحبا بحضرتك. مرحبا، أهلا بك فرح. من الكتابة والسياسة والإعداد والعمل التلفزيوني، أنت متنوع وأنت جدير يعني بكل المناصب اللي شغلتها والعمل اللي اشتغلته، فأهلا وسهلا بالأستاذ طه. أهلا بك. أهلا وسهلا، ويسعدني أني أكون معك بهذا الصباح الجميل ومع الأخوة المشاهدين، وأن يعني أستذكر بعض الذكريات في هذا الاستوديو الجميل والمسمى استوديو محمد كمال. ولا بد لي يعني أن أقول كلمة وفاء لهذا الرجل الذي لم يألو جهدا في رفعة التلفزيون وتقديم التلفزيون بالصورة الجميلة، وأنا أعتقد أن الأسس التي وضع محمد كمال للتلفزيون الأردني ما زالت أسس قوية، وأيضا تلاميذ محمد كمال هم الذين يديرون هذه المؤسسة الجميلة المحبوبة في الوطن العربي. وأنا سعدت جدا أنني يعني عشت فترة طويلة أو جل حياتي العلمية والعملية في هذه المؤسسة، وتعلمت منها وتعلمت من زملائي جميعا ومن ضمنهم حضرتك. أنت أيضا زميلة عزيزة واشتغلت على نفسك يعني شغلا يدل على هذا الذكاء وهذا النبوء وهذا التقديم الجميل. شكرا لك. يعني احنا تلاميذك. الله يخليك طول عمرك يا مرحبا. يعني هذا الإصدار أنا لفت نظري، أنا قرأت، وحتى الأستاذ الدكتور بسام قطوس نعم. اللي هو أستاذ النقد الحديث نعم. يعني تحدث بصورة جميلة عن كيف تناولت الحكاية الشعبية، كيف تحدثت عنها بمنهجية جديدة. أنا حابة يعني اتعرف السادة المشاهدين ما هي المنهجية اللي استخدمتها في تأليف حكاياتنا الشعبية. نعم، يعني دعيني أيضا يعني ما دمت بدأت في مقدمة الأستاذ الدكتور بسام قطوس أن أحييه في هذا الصباح الجميل أيضا. والدكتور بسام قطوس أيضا هو أحد أبناء مؤسسة التلفزيون الأردني، تخرج من هذه المؤسسة أيضا والتحق بالدراسات العليا وأصبح أستاذا، وأصبح من الأشخاص المرموقين في دراسات الدراسات الحديثة في النقد الحديث والمدرسة السيميائية أو مدرسة البنائية، ما يسمى بالمدرسة البنائية، المنهج البنائي. الأستاذ بسام قطوس أحد أبرز أساتذة هذا المنهج. أما فيما يتعلق بالحكاية الشعبية، فأنا قد جمعت الحكاية الشعبية في فترات سابقة ووضعت كتاب بعنوان الحكاية الشعبية، بدأت في الحكاية الشعبية في محافظة معان، وقدمت من خلالها رسالة ماجستير أو حصلت على رسالة الماجستير من جامعة القديس يوسف في هذه الحكايات الشعبية. ثم أصبحت هذه الحكايات الشعبية يعني جزء من تفكيري. بدأت يعني تركت جميع الضروب الأدب وتوجهت نحو الحكاية الشعبية. صارت هاجس. نعم، صارت هاجس لأنني وجدتها عالم، يعني عالم عجيب، كلما دخلت وكلما أقلت في هذا العالم كلما وجدت شيئا جديدا. من هنا جاءت دراسة الحكاية الشعبية وحللتها على حسب منهج بروب. وبروب هو يعني عالم روسي اسمه فلاديمير بروب، وهو أبو الحكاية الشعبية الروسية.
يعني هو أيضا أول من جمع الحكايات الشعبية الروسية وحللها تحليلا منطقيا وتحللها تحليلا بنيويا تحليلا شكليا، أي كان يعتمد على الشكل، يعتمد على النص ويأخذ من خلال هذا النص جميع المضامين ويفكك النص تفكيكا أساسيا ويخرج منه ما يجد من عادات ومن تقاليد ومن قيم ومن تراث وأيضا من ضوابط اجتماعية. هذا المنهج يعني أصبح من المناهج المعتمدة في الدراسات التراثية أو الدراسات الفلكلورية أو دراسات ما يسمى بالموروث المادي. وهو يقول من خلال تحليله أنه أي حكاية شعبية مكتملة لابد أن توفر فيها 31 وظيفة. تبدأ من الغياب، تبدأ من البداية عندما يقول الراوي كان يا ما كان في مثلا رجل اسمه فلان أو امرأة اسمها فلانة. تبدأ من هناك ثم تأتي العناصر المتتالية حتى خروج الحكاية الشعبية إلى شكلها النهائي. وأيضا كان يقول أنه هذه الحكاية لها 7 وظائف. قد تغيب وظيفة من الوظيفة أو تطغى وظيفة على من الوظائف، لكن لابد أن تتوفر فيها مجموعة من الوظائف الأساسية كحكاية شعبية. كحكاية شعبية يعني هو بالمطلق. يقوم بتحليل هذه الحكاية الشعبية، يعني مثلا إذا كان البطل قد غاب في فترة من الفترات فإنه لابد أن يعود في نهاية الحكاية الشعبية، لأنه هو يعني البطل عادة من الشخصيات الرئيسية في هذه الحكاية الشعبية. ثم جاء أدخل هذا المنهج في العالم العربي على يد ناقد مغربي اسمه إبراهيم الخطيب الذي قام بترجمة مورفولوجية الحكاية الشعبية التي ألفها برون، وأيضا دخل إلى مصر عن طريق الدكتورة نبيلة إبراهيم التي ألفت كتاب بعنوان من الرومانسية إلى الواقعية، وهذه الحكاية الشعبية والحكايات الشعبية التي جمعتها الدكتور نبيل إبراهيم. هذا الأسلوب يعني إيش ككاتب إيش بيعطيك، يعني ما هي المعيار أو ما هي الأفضلية اللي بيعطيك إياها هذا أسلوب بروب، شو بيعطيك؟ هذا يعطيك حرية العمل في الحكاية الشعبية، حرية التناول، لأنه هو ما بيأطرك في شيء. لا بالتأكيد لا يأطرك بشيء، هو يعتقد إنه هذا العمل الأدبي أو العمل التراثي هو هذا عمل إنساني. غايته الأخلاق. غاية الأخلاق في النقل وفي الحكاية، في النقل وفي الحكاية وكل شيء. وغايته أيضا بأنه يركز على القضايا الجمالية وعلى العناصر، يعني انتصار الخير على الشر، انتصار الحب على البغض، انتصار يعني وإظهار القدوة مثلا أو البطل، القيم الإنسانية، وبالتالي القيم الإنسانية الخالدة هي القيم التي ستبقى مهما علت أحيانا بعض القيم السلبية. طيب على المتن، هلا انا يعني تصفحت الكتاب وفيه العديد من الحكايات استاذ طه. حكايات شعبيه حتى اسمائها هيك شويه غريبه، يعني زي الست الحسن والجمال وفريط الرمان وسبيعه وديع عم فركت السبيعه. طيب هلا انت ذكرت هذه الروايات، مصدرها كيف كان؟ يعني انت تناقلتها مثلا او يعني ذهبت لمصادرها واخذتها؟ لا، هي بالتاكيد انا حصلت على هذه الحكايات الشعبيه من مصادرها أيام ما عملت جمع الحكاية الشعبية رسالة الماجستير. نعم. يعني هناك أنا الآن عندي كمان عشرات الحكايات لم تدرس. لم تدرس. فهذه الحكايات أنا حصلت عليها من مصادرها الأساسية وسمعتها من أفواه الرواة. ودونتها كما سمعتها من أفواه الرواة، لأنني أؤمن بمنهجية إنه الحكاية الشعبية عندما تنتقل من اللهجة العامية إلى اللغة الفصحى تخرج من كون حكاية شعبية وتعود في خانة القصة القصيرة. صحيح. صحيح. وإلا عندما نخرجها كيف نعرف العاطفة وكيف نعرف يعني العواطف التي في داخل هذا الإنسان عندما روى الحكاية الشعبية وعندما تحدث عن أمثالها وعندما تحدث عن الألغاز الموجودة فيها، عن بعض المعتقدات الموجودة فيها. إذا أخرجناها من حيز الحكاية الشعبية ومن لهجتها العامية إلى اللغة الفصحى أصبحت قصة قصيرة وقد تتحول إلى رواية. صحيح. وجمالية الحكاية الشعبية بينها يعني لها فرادة
نعم. دائما لها فرادة، رغم انها احيانا بتكون هي خيالية. نعم. لكن انت بتخلي بتسترخي وبتخلي عقلك يصدقها. نعم. انه بدك تسمع كل هذا الاشي رغم انه معرفتك بانه نعم. هذا كله خيال. نعم. بس انت بتحب تصدقها حتى تعيش هذه الحكاية وتشوف هيك اشخاصها وابطالها ونماذجها. وبالتالي الان يعني استاذ طه حضرتك يعني زي ما ذكر الاستاذ الدكتور بسام قطوس بانه أنت أثريت المكتبة العربية والمكتبة الأردنية بالدراسات في موضوع التراث الشعبي. من هون أنا بدي أسأل على أهمية هذه الدراسات وانعكاساتها واللي جسدت أيضا، ما هي الحكاية هي جزء من التراث الغير شفوي إذا جاز للتعبير. أو التراث الثقافي اللي ممكن يكون تناقله صعب أو يندثر مع مثلا إذا ذهبوا إلى رحمة الله الأشخاص اللي تناقلوها. فقديش الدراسات هذه مهمة في حفظ التراث؟ لا، هو أولا يعني خلينا نعترف في أنه هذا تراثنا الشعبي العربي إجمالا. نعم. للأسف أول من جمع هذا التراث هم الدارسين الغربيين أو ما يسمى بالمستشرقين. نعم. يعني أغلب الحكايات الشعبية وأغلب سيرنا الشعبية أول من اهتدى إليها هم يعني علماء ودارسين من الغرب، ثم قدموا لنا هذه الدراسات وأتى من العرب من ترجم هذه الدراسات وحولها إلى اللغة العربية وانتشرت في المجتمع العربي للأسف شديد. إنما هناك يعني الآن نسميها ردة أو رجعة أو صحوة إلى هذا التراث، فبدأ يعني كثير من الدارسين الآن بدأوا يستخدموا التراث الشعبي في الشعر. يعني أصبح الآن التراث الشعبي جزء من الشعر، جزء من القصة، جزء من الأسطورة، جزء من كل الأعمال، العمل الأدبي والفني الذواق الذي يعني يخدم الإنسانية. ومن هنا أنا أقول يعني أنه الحكايات الشعبية وتراثنا الشعبي لابد لنا من أن نقوم كأفراد وكمؤسسات بجمع هذا التراث وحفظه خوفا عليه من الضياع. لأن أغلب الرواة يعني يتناقصون يوما بعد يوم. نعم. وإذا لم ندون ما في الصدور سيضيع جزء كبير من تراثنا ويضيع جزء من حضارتنا. شكرا جزيلا لحضرتك. لا، شكرا على واجب. شكرا على هذا الكتاب تأملات في حكايتنا الشعبية وبطريقة سرد إيجابي وجميلة جدا، يعني القارئ والحكاية قصيرة. أنا بدي أشكر معاليك وأتمنى لك دائما الخير ودائما أن يكون قلمك حاضرا لتوثيق واسترجاع للذاكرة الجميلة. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. وأنا كمان شاكر لك وشاكر للبرنامج، شاكر للأخوان وشاكر للأخوان أيضا المخرج ومن معه الأعزاء. أهلا وسهلا. وأتمنى أن نلقاك على خير إن شاء الله. أهلا وسهلا.